أنشأت الصين أولى قواتها الصاروخية التقليدية مطلع التسعينات، وهو فريق يكمل قوة الصواريخ النووية الصينية ويعزز قوة جيش التحرير الشعبي الصيني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بهدوء دخلت الغابات جنوبي الصين القوات الصاروخية صيف عام 95. من ثم أكدت وكالة شينخوا استعداد الصين للقيام بعملية إطلاق الصواريخ. هذا الخبر كان صدمة شديدة للقطاع العسكري العالمي. وبعد نصف عام في ربيع عام 96 أفادت الوكالة مجددا أن الصين ستبدأ في عملية إطلاق الصواريخ الثانية. وكان الفريق الذي نفذ تدريبات الإطلاق أول لواء لقوات الصواريخ التقليدية، وهو الأول من نوعه للقوة الصاروخية للجيش الصيني. شكل لواؤنا للقتال في المعارك الحقيقية، وقد خضعنا للتطوير وفق معايير المعارك الحقيقية منذ الإنشاء في عام 1993. أردنا أن نكون الأفضل. سمح هذا للصين بتقوية قدراتها الدفاعية الصاروخية سواء باستخدام الصواريخ النووية أم الصواريخ التقليدية. وحتى يوليو عام 2011 لم تخطئ قوات الصواريخ التقليدية في إصابة هدف واحد، مما يجعلها الخيار الأول لخط بداية المعركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد جذبت خريجي الجامعات للانضمام إليها. عندما تبلغت لأول مرة العمل في القوات، كان الفريق يتدرب بجد من أجل مهمة. ما زلت أتذكر كيف كنا نردد شعارات محفزة وتلك روحها القوية شجعتني. مهمة خاصة رأت النور في عام 2014 كانت عبارة عن تدريبات على إطلاق الصواريخ في بيئة تحاكي المعركة الحقيقية إلى حد كبير. لم يكن الجنود على علم مسبق بالأهداف قبل التمرين، واضطروا إلى ضرب أهداف اختارها قائدهم بشكل عشوائي. كان القائد يشير إلى الهدف فنطلق النار. كان علينا أن نطلق الصاروخ صوب طابق معين من مبنى محدد ثم نضرب الهدف بشكل صحيح. كللت العملية بالنجاح وأصبحت دليلا على أن القوات تملك التكنولوجيا والفعالية القتالية في المعارك الحقيقية. تركيز قوة النيران للقوات الصاروخية بأكملها على هدف واحد وضرب جميع الأهداف واحدا تلو الأخرى هي استراتيجية جيدة لاختراق دفاع العدو. بعد عقد من الزمن شهدت تكنولوجيا الصواريخ ثورة، وصارت القوات قادرة على القتال في كل الأحوال الجوية. يمكننا القتال طوال العام، ونحن اليوم نتحمل مسؤولية أكبر في الجيش، ويمكننا البدء بالقتال في أي وقت مع أداء ثابت.